لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. يواجه الترجي الرياضي التونسي يوم الاربعاء 2 اكتوبر 2019 ضيفه النجم اللبناني بداية من الساعة 7 مساء بالملعب الاولمبي برادس في اطار مباراة اياب الدور التمهيدي لبطولة محمد السادس للاندية الابطال لكرة القدم. ويذكر ان مواجهة الذهاب قد انتهت في لبنان بنتيجة تعادل هدف مقابل هدف. بالتوفيق للترجي الرياضي التونسي. ما تنسيش جيم على الفيديو ابوني عشان يوتيوب بتاعنا.